صادقين؟ يا ولاد ايش تسوي؟ ما هي؟ هاي امها جاية. لا حنون لا تعال، وين قهوتي؟ قهوة بس شفت حميدان وخذ مني القهوة هو. نعم؟ حميدان شفته خذ مني القهوة، أنا بعض المرات أرتبك منه شوي يعني. حميدان خذ قهوتي؟ إيه أنا أرتبك منه بعض المرات. يعني مفروض محمد اللي يحب بدرية إيه؟ يجيب لها القهوة. إيه عدل. وعطيتها حق حميدان. إيه لأن أرتبك منه. يعني ما أبو قهوة؟ لا. أكيد مو مثلهم. لا هي أحسن. دليل ترى وجهي بدأ يحرقني، أقوم أغسله ولا أخليه؟ لا خليه، هذا يعني مفعولة قام يشتغل على وجهك. صج والله؟ هي يعني ما أقوم أغسله؟ أنت إيش كثر صار لك؟ والله ما أدري، يمكن نص ساعة. ساعة؟ نص ساعة؟ إيه ساعة. أويلي بدرية، مكتوب احذر أن تتركه أكثر من 5 دقائق. وجهي احترق، وجهي احترق. يا ويلي. بدرية ايش صار عليك؟ تليل عيوني تحرقني. عاد مكتوب عليه انتبه ملامسة العينان. شذبة. افتحي خلعاب في وجهك. وخري زيد وخري. شو تدورين انت؟ ايش فيك؟ ادور نعال. ايش حق تدورينه؟ عشان احفك فيها. اوه بدريه ما هو بوقته، صدقيني راح يخف. وخري زيد وين نعال؟ ابي البس نعال. لا والله، وصبغ الاظافر اللي انا حطيت لك اياه. الصبغ الخايس بنص دينار هذا ما حد راح يشوفه. ترى تعبت وانا احطه. مو حلو. اقول دليل، تدري ايش راح اسوي فيك اذا هذا على وجهي ما راح؟ انت راح تعاقبيني. ايه انزفي يلا، روحي جيب لي ثلج بسرعة. ان شاء الله. وي وجهي احترق. وي ابوي، يا ويلي ويلي عيوني. بسرعة تلي. صرتي حلوة كثير خالته. لك انت الحلوة يا قلبي وعيوني. ماما شو حبيبي؟ امتى رح هذه الحلقة عايدينها؟ المسلسل كله عايدينه اكثر من 10 مرات. خلاص خلينا نشغل سوني والعب وبس. ثلج ايش فيك يا امك؟ ابي الثلج. وينه؟ في الكبت اخر درج على اليمين. انت تهبلين باختك في الفريزر. ادين ايش فيك؟ ايش فيك ادين؟ يبك ايش فيك؟ ايش صاير؟ يمه بدري حطت ماسك على وجهها واحترق. ايش كثر حطيتيه على وجهها؟ الساعة. لا كان نامت فيه احسن. غريبة، ما هي من عوايدها التسنع والتكشخ يعني. لا غير، الحين تغيرت العوايد. وجهها احترق. ثلج. زي سويت محمد. أكرمك الله، مشكور. الله يسلمك. خوش فطار يا نايبة. كل مرة تجينا احسن عيوب. اي والله وايد حلو الحمد لله. صباح الخير. صباحك الله بالخير يا امك. هلا ابك. هلا. ايش في وجهك كذي احمر؟ الظاهر زاد عليها. ايش قلت انت؟ اقصد حساسية الظاهر فيها. خليك فطايرك بس ان شاء الله. حط عليه شيء بارد بيروح. صدق؟ ايه. يعني مو معجون اسنان؟ لا شكو معجون اسنان بدرية. والله ما ادري عنها دليل، هذه من امس وهي تدهن وجهي بهالمعجون. الا معجون الا، انا كل اشوف في اليوتيوب يحطون على الحروق معجون. هي صادقه بنتي، انا بعد قاريه بكويت 25 كاتبين المعجون زين للحروق والبشره. لا لا واي مو من صدقكم، ترى معجون الاسنان حق تنظيف الاسنان مو حق شيء ثاني. عندك انت زي ايش اسوي يعني؟ بطلي الفريزر. اي زين في تاليف تسوي اي شيء. وبعدين حطي على وجهك بزاله تبرد الحساسيه. يمه ايش فيش ما تاكلين؟ هي موجه بس خلاص شبعت. بالعافية. الله يعافيك. يا ولاد ايش تسوي؟ ما هي؟ فيكم؟
لا تضحك على بنتي، لو مكانها كان سويت أردة منها. والله لو أنا بمكانها راح أكل البازيلا كلها. لا لا لا، شكلها زعلت. اي حرام، شكلها وايد زعلت. نسيت يا محمد؟ نسيت لما انت وظفت ايش كثر كنت فرحانه فيك واجد؟ وكلتك بيدي وبخرت ملابسك، نسيت كل هذا؟ يبا انت وكلتيني طماطه واحده ذبحتيني، وين الوناسه بالموضوع؟ دليل انك كئيبه، انت ذاكره من اخر مره استانستي. يكون لعلمك يا ولد زهره اني انا جوي في بيت عمشه الضحك والوناسه. وين ضحك؟ زي تعالي انت، شو انت مو مستانسه معي؟ لا طبعا، لاني حادق وفكر فيك واجد. لا تدري ليش؟ لاني هبله وحبيتك. لا، لاني تهديتي حياتك وجابلتي حياتي، كل شيء تبدلتي بين انا اسوي لك اياه. يمو هذه وظيفة الزوج يا حظي، ولا شو تزوجتك انا؟ انا ليش تزوجتك؟ لا انا غلطان، انا غلطت مدري. اخذ لبيتك عجيب روحي، هالشيء صعب ولا شنو بالضبط؟ ما يصير يا بنت الحلال، انت تبين اهد امي انا؟ يا مدري انا قاعد اكلمك، ايش كذي؟ هذه رطوي روح بلد تقول عنهم؟ حسدناهم يا محمد. ايش قاعد تسوي كذي معك؟ يا بنت الحلال انا عندي انت ما تحبين امي، بس هذه امي انا احبها. وانا شك بامك، ها شك بامك، انا ببيت بروحي عجب روحي. يا محمد يا بدري، يا الله يهداكم يا يبا، تو قاعد نمدحكم ونقول انكم طيور حب وحسكم ما ينسمع، ايش فيكم فجاه فصحتوا الحلقه بتتهاوشون بالشارع؟ وانت تبين نتهاوش؟ تبين نتهاوش بالصاله؟ بعدين اقول لك شيء. تبيني اكره امي؟ مو عايز مثل الحياه مع امي، شلون احب امي؟ عمي عادل فلش من شغلات، فلش من شغلات، فلش من شغلي، فلش من شغلي. انت ما تسعين على وجهك؟ مره تترجين عشان اشتغل مره تقولي لا؟ تبي خرب شغلك؟ حذرتك انا. طب خرب شغلي؟ والله العظيم انا اذكر موظف عندك اسعى عليك بس. نعم صح والله بيخرب شغلك. ما تصير تقول وجهك يا احمد. شو جنيتي؟ اي يوم جنيت؟ يوم امه اذبحتني وطقني واذتني، ها من بعد تقول عني دبه، تصدقين؟ هي صدق. أنا الحين اللي بدب بكرشك يلي ما تستحين على وجهك. شبيكم صاير؟ مو صاير شيء، ارتاحي. إلا صاير؟ يما حتى وزعلانة ما توقفين معاي، شفيك؟ بدير احشم نفسك ها؟ كلا متى تكذبين؟ لا وتكذب علي تقولي أنا حامل وتنسى وما أقدر وريحتك ويغمى عليها وخلتني أقط العطور وآخر شيء كذابة؟ أنت قاعد تكذبين علينا؟ حمودي كم؟ ولا كلمة؟ هي مو بس كذبت عليكم، حتى انا امها كذبت علي، ترى حالي من حالكم. يما كب الى البيت. مساك الله بالخير. السلام عليكم. شنو؟ عسى ما شر فيكم شيء؟ ايش فيكم يبا؟ عسى ما شر صاير. صاير؟ اسال مرت ولدك، قول لها صاير. تدري انها مكذبه وقايله انها حامل؟ اوف، مو حامل؟ انت مو حامل؟ وانت يا عمشه؟ وانا وش فيني؟ مو حامل مثلها بعد؟ يا ولا ولا لحول، انا قاعده مع عائله ميانين. امشي امشي، لان بس انا طفح الكل عندي مو متحمله اشوفها تكذب اكثر من كذي. يلا انا كم مره قايله لك بسم الله الرحمن الرحيم؟ غلط ايش فيك؟ هذه انا بدريه، وش تسوي نايمه هني؟ انا هذا كله من محمد اللي هو وينه؟ اذا انت مرته ما تدرين، انا ادري وينه. والله ما ادري عنه، خرعتيني والله. خرعتش وين رايلك؟ كاهو شرف. هلا، متجمعين عند النبي ان شاء الله، وانتي حماتك تحبك، كاهي واقفه وتحبك لان هذا اكلك. والله؟ اي والله. وين كنت؟ شفتك نايمه، قلت اروح اجيب لك اكل عشان اتعشى معك. هذا اكلك، اي لك الاكل هذا عشان اتعشى معك. تجيبي الاكل ها؟ اي. ليش قافل باب الغرفه؟ ليش؟ قافل باب الغرفه عشان خفت انك قاعد تسبحين، عشان امي لا تدش عيش تاذيك. انا؟ لا يما انت الخير البركه يما انت بس 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 ب